عندما يفتح ستار هذا المسرح تشرق شمس إبداع وتحد فوق رؤوس القادرين باختلاف لتضيء تجربة استثنائية. هذا مسرح الشمس لدمج ذوي القدرات الخاصة. الفرقة نفسها فرقة مهمة، إن أنت بشغل في فرقة لذوي الاحتياجات الخاصة وبتدمجهم مع المجتمع. هو ده الشعار بتاعهم. مفيش عرض يعني العرض هنا عادي تمام، هتتفرج عليه هتحس ان انت دخلت مدينه ديزني، حاجه كلها اغاني وميوزيكال وجميله وفكره العرض، لكن هو ده الهدف. انا كمان عشان عندي حاله من ذو القدرات، من ذو الهمم، ابني الكبير معانا هنا في العرض، فانا لامس ده بقى بشكل شخصي عموما من زمان، بتعامل معاه ازاي وبتعامل معاه ازاي هو واخوه والاثنين معانا في العرض على فكره. فبيفرق معاه قوي ان احنا مثلا بنفتح خميس جمعه سبت، الباقي بقيه الايام بيقعد يدور احنا هنشتغل امتى تاني. يشارك كريم التمثيل في هذا العرض ابنه فجر، وهو ايضا من ذوي الهمم. في الفكره كلها ان كل واحد في المدينه فنان، ليه موهبته الشخصيه اللي مميزه ليه هو، بس الكل عايز يوري موهبته للدنيا بس ممنوع. ليه بقى؟ هي دي الفكره، ان هم في مدينه ممنوع فيها اي حاجه، ممنوع فيها الضحك، التمثيل، الغنى، اي نوع من الفن، او حتى البهجه، يعني حتى البهجه الاستمتاع، اي حاجه، كل حاجه ممنوعه. فجر وغيره من ذوي الهمم وجدوا في مسرح الشمس مساحه لاظهار ابداعهم وقدراتهم، حتى ان بعضهم يخرج عن النص ليضحك الجمهور، وبعضهم يضيف من شخصيته الحقيقية إلى الشخصية المسرحية. ايه بالك فاكره بيمثل ده؟ صحفي بجد؟ صحفي بجد؟ لا صحفي وما أدراك ما القلم الصحفي. عرض حلو قوي، وأنا ترى دوي نيرو شغال صحفي، أنا أصلا صحفي وعامل مسرحية، عامل توي صحفي. ده تجمع أسود التحقيقات الخطة، تجمع بس لازمت تاون شطروم. أنا طاون هنا في مسرح الشمس. أنا فرحان عشان رئيس الجمهورية فتحي السيسي، أنا بحبه اللي بتساعد هنا في المسرح. مفيش فرق بيننا وبين ذوي القدرات الخاصة، كلنا واحد، ما فيش يعني كله جميل، العرض جميل بيهم، يعني هم اللي بيدونا طاقة إيجابية. مسرح هو حلو قوي، مبسوط قوي، وفي قوي كده مسرح واعمل يعني انا سيف يعني افلوت واعمل اشتغل انا كتير قوي، وكل يوم كتير مسرح الحمد لله مبسوط قوي. هي فكرة الدمج فكرة كويسة مش وحشة، لأنها بتجمع بين الأطفال العاديين والإسبيشيا، وفيها إنها بتخلي الأطفال ما يبقاش فيه تنمر على بعض. المسرحية دي يعني تلتينها ناس إعاقات، بس في حاطين ناس مش إعاقات علشان يبينوا إن ممكن الأطفال الإعاقات يبقوا عادي مع الأشخاص العاديين، إن هم مش حاجة وحشة. عاملين مسرحية حلوة، تعالوا اتفرجوا عليها. مجانا تقدم الدولة المصرية كل هذا الإبداع دعما لأبناء الشمس وإمتاعا لجمهورهم. ده المسرح الوحيد اللي موجود يعتبر في الوطن العربي، مسرح نوعي لذوي الاحتياجات الخاصة. بنقدم فيه مسرحيات، وبنقدم فيه حفلات غنائية، وبنقدم فيه ورش فنية سواء في الفن التشكيلي أو في البانتومايم أو في التمثيل أو في الغنى، وبيتم علاج بالدراما من خلال التمثيل أو الغنى أو الفن التشكيلي أو الكلام ده كله. عندنا ولادنا يعني بيتقدموا، بياخدوا جوائز، وبيخشوا مسابقات، وبيعرضوا في قدرهم باختلاف قدام الرئيس. يسدل ستار هذا العرض بينما تظل شمس إبداعهم مشرقة. كل هؤلاء المبدعون أن يرى إبداعهم الشمس هو أقل ما يستحقون،
هذه فكرة المسرحية، وهي الفكرة التي تأسست عليها فرقة الشمس. إحنا الشمس. أحمد عبد الرازق، لا إكسترا نيوز.